أصبحنا وأصبح الملك الله. الساعة 5 يوميا ذا الموال عسالفة الريوك انه تجي الساعة 5 الفجر وهو ما مسواي. الله يرحم زمان أول الحواير ما تشم فيهن إلا خبز وقهوة. اليوم تنعم ذا البنات ما النوم لكن مو محصلات فاتورة. أنا أدفعها الفاتورة، أنا أدفع الفاتورة. اسمعوا نوم يوميا عاد الموال. يا الخير ابو سلامات مو مستوي. ساعة كم؟ ساعة 5. ساعة 5 ايوه، والريوك ما جاهز كالعادة. يوميا ذا الموال وبعدكم ما سمعتوا. الساعة 5 انا ابا ريوقي جاهز. يا الله ابوي من كرسي عسل وشاي وقهوة انا اسوي حالك. تعال الصورة في مغطيك. الا حبيبي ولدي بيسوي لك كروس وعسل. تعرف ابوي تسواها ومو بعدك حبيبي. تعال 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 افرح بك، تعال افرح بك. شيز كيك الباستا الايطالية والعيش البخاري. يا الله ومن معلم منه الحلو؟ علمتني شيخوه. علمتنك شيخوه. هي بس صعبتني حاجة واحدة، المدفون. هي المدفون ما صعبة ان شاء الله. سير جيب لي شيول وتعال ورا البيت وهتشوفوا ان شاء الله من هو المدفون. اذا ما دفنتك والله ثم والله اذا طريت قدام حد ولا قلت ان حرمتك معلمت انك تطبخ وهي تنام هتشوف شيء ما شفته. وفيها تو يا رب استر علي يا رب. وابوي يعرف ابوي ولدي يسوي الباستا. شل هذا القهوه وروح وديها ابوك وحدك اليوم نهكيله. يا شيخ لا تكسر خاطري، تحملي عشاني انا. ما تحملي عشاني وكل ولد عشانك، روح شيلها عطايري. أقول كلها كلمتين وقول له صباح الخير وإن شاء الله بيطيب ونشرب لي القهوة بتعلي راسه. صباح الخير عمي. صباح المساء، صباح الليل. أقول المدلاء أوتوماتيك ولا؟ مو قصدك ابويا يعني تجي وحدها وتغنم ولا كيف الطريقه؟ صب خلصت انا من ساعه قاعد اشوف عليها الحسناء ملكه الجمال. نسيت ما منتبه لي انا. اسالك بالله مين مسوي القهوه؟ مال ابوي حلوه؟ حلوه القهوه ما ثايره اشريه جواني انا. جاني كمان دوا الكحة. دوا السعلة ده ما قهوة. هذه يوم تكوني في بيت أبوش سويها حلي، ما تسويها حلي أنا. أنا قهوة أشريها بالغلا. لكن مو دراج أنتِ. علمي هو الطبيخ. غاوي يا عمي القهوة. غاوي يا عمي القهوة، شل القهوة تشبيها قومي. ما عكبرها النخلة ولا على حجمها. إيه. شوف السنة ما عاجبتني البر 25 سطل طلعت. يا أخي تكذب نخلة صغيرونة تطلع لك 25 سطل. كيف العادة كم تطلع لك؟ 40 45 أظن السماء ما سد الناس. يا الله الكذب أنت يا أبو سد إنك الكذب. أقول لك ايه؟ رحت المحكمة وخلصت موضوع والحمد لله رب العالمين. ما الدكان حكم هي حلنا وصالحنا الحمد لله. اي نعم. لكن ماذا أبو رابني 17 قضية طلاق في المحكمة. في المحكمة يا رب حتى في الجريدة شفت والله واجد واجد واجد. هذا التفاهم تفاهم ماشي. وبعضهم ترى ما نقد المسؤولية هي. وبعض الأهالي الله يرضى عليهم يتدخل. يتدخلوا في آباء بك 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 ويسووا مشاكل ما بين الحرمة والرجال. أنا من تزوجت كمتو 17 سنة ولا في عمري في يوم الأيام رفعت صوتي. ولا تستانس أنت ولا تستانس والله تخمك أبوك في راسك. أنا أعرف شخصيتك شفته بنتك باقي بلا شغاله تراها وزعلانه. قالت لي عمي وانا باشتغل. كنت ترتاحي انت مثل بنتي. اللهم تسوي لي ذاك فنجان القهوه يعجبني فنجان قهوته ما شاء الله يصلح لي راسي. ومال هذه خبل ما بايا شغاله بدلعها وهي ما بغت انا اكلمها. يا ولدي يا عمرو البيوت اسرار والبيوت فيها المحبه وفيها أوقات يصير من هنا ومن هنا. لكن اللي سوته زوجتك شيخوه هذا أكبر جريمة. يصير حاجة في البيت وتركض هي كملغول تخبر أبوها عمي قال لي عمي ضربني عمي سوالي. هذا عيب وانت عارف كيف أنا عاملها. عمرو في حياتك شفتني أني أنا غلطت عليها هذه الحرمة؟
ابوي ما غلطت علي انت، انت واجدك ساعه يا شيخ وابوي. يلا ابوي كيف ما تبغى تعيشنا ذا البيت؟ واجد تابع افلام انت من الرومانسيه تقسى عليها وتحن عليها. اسمعني، ما عندنا حريمش الا القويلات احنا. من تو اقول لك يا انا يا شيخو في حياتك، واذا ما طلقتها لا انا ابوك ولا راضي عليك لين اموت. يا ابو استهدى بالله حمود الكلام، عمرو بدا شيء من الشرايين يتوقف، عمرو طلقها. شنو بياك الباب؟ هاي الاولاد نايمين اظني، ظهرت الساعة 2 معك نايما انت. اما هن حصلهم عند الباب عالشارع ملبكين نار زي ما لبكت الحارة وزي ما لبكوا هم. غريبة على بالي نايمين، انا سمعت صوت تلفزيون داخل في المحكمة داك صدرك هناك، انت هتكون بالواجبة كله امومة وامومة وهالسوالف. هذا هو تو شوفوا ذا الموضوع كله، لا انت ولا انا ولا عمرو ولا شيخه خسرانين، تحيدوا من الضحية ذلك الأطفال.